الانتقال إلى مرحلة لاحقة. القراءة الأولى هي قراءة الجهم بن صفوان الترمذي نسبة إلى ترمذ وهي الآن في أوزبكستان. الجهم بن صفوان الترمذي المتوفى 128 للهجرة، أو المقتول في الحقيقة 128 للهجرة، قتل في آخر حكم بني أمية. طبعا الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، والجهمية من أكثر الأوصاف شتما في الأدبيات الكلامية، يعني إذا أردت أن تدين شخصا فتقول تتهمه بأنه جهمي. حتى أن المعتزلة اتهموا بالجهمية في آرائهم من خلال كتابات بعض نقادهم، ودرأوا هذه الصفة عنهم. ويقال أيضا أن هشام بن الحكم، هناك وجهة نظر على الأقل تقول بأن هشام بن الحكم كان في بداية حياته جهميا ثم بعد ذلك أصبح شيعيا. على أي حال، ما هي قراءة الجهم بن صفوان؟ قراءة الجهم بن صفوان ربما تكون هي القراءة التي فتحت الطريق أمام المفهوم الذي ظهر لاحقا والمسمى بفناء النار. العقوبة سوف تنتهي، بل والثواب عنده سوف ينتهي، لا معنى لبقاء النار ولا معنى لبقاء الجنة. المشهد النهائي قائم على التلاشي التام، عودة الوجود إلى نقطة البداية حيث كان الله ولا شيء معه. الفكرة الأكثر غرابة في يعني موقف الجهم بن صفوان أو الجهمية هو فناء النار والجنة معا، وفناء أهل النار وأهل الجنة معا. حديث الجهم بن صفوان عن فناء الجنة إلى جانب فناء النار يكشف لنا أن منطلقات هذا الرجل لم تكن إشكالية العدل الإلهي، وهذه دائما أريد أن أركز عليها، لأن المسلمين الأوائل ما كانوا يشعرون بأن الخلود في النار ينافي العدل الإلهي. هذه فكرة جاءت لاحقا. لم يكن جهم بن صفوان مهتما بإشكالية العدل الإلهي، يريد أن يعالج مشكلة في العدل الإلهي، يريد أن يدافع عن عدالة الله سبحانه وتعالى. لو كان يريد أن يدافع عن عدالة الله ما اضطر لأن يقول بفناء الجنة، لكن توسعته للمساحة إلى فناء الجنة وفناء النار يكشف لنا أن الجهم بن صفوان كانت لديه منطلقات ذات طابع فلسفي وميتافيزيقي لفكرة خلود غير الله. مشكلته كانت مع خلود أحد غير الله، وهو موضوع تم تداوله أيضا بقوة في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي. الجهم بن صفوان كأنه لا يرى مشكلة فقط في أزلية غير الله، كما هو نزاع الفلاسفة والمتكلمين في مسألة قدم العالم. الجهم بن صفوان يرى مشكلة في أبدية غير الله أيضا، لا يمكن أن يكون هناك من هو أبدي غير الله يبقى معه إلى ما لا نهاية. هذا التأبيد يوحي بضرب من التشابه مع الله سبحانه وتعالى، ضرب من الاستغناء عنه. هذا يدخلنا في أزمة عميقة في موضوع الألوهية. إذن الجهم بن صفوان في تقديري لديه خلفية مرتبطة بالنظام الانطولوجي القائم على فكرة الله، يريد أن يحمي فكرة الله. كيف؟ يقول إذا كان هناك بقاء لشيء لا يتناهى في الزمان غير الله، فهذا يخلق لي مشكلة. بتصوري هكذا كان يخلق لي مشكلة. الله هو الأول والآخر كما وصف نفسه في القرآن الكريم، كيف يمكن فرض أبدية لغيره إذا كان هو الآخر؟ نقطة مهمة. ما معنى الآخر؟ يعني هو كما كان الأول حيث لا أحد معه، هو الآخر حيث لا أحد معه أيضا. واضح هنا أن الجهم بن صفوان ضحى بفكرة الخلود للحفاظ على فكرة الألوهية. دائما في منظومات الكلامية هناك تضحية، لأنك في بعض الأحيان تصل إلى الانسداد. العقل الكلامي الأول كان يبني فكرة الألوهية على حدوث العالم. المتكلمون في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري، فكرة الألوهية وإثبات الله في مقابل الملحدين، في مقابل منكري وجود الله، كانوا يبنونها على فكرة الحدوث، أن العالم متناهٍ، أن العالم له أول. وبالتالي أي خرق لهذه القواعد، يعني محدودية العالم، ممكن أن يهز نظرية وجود الله سبحانه وتعالى في تصور بعضهم على الأقل. أي خرق لهذه القواعد قد يهدم أصل فكرة الألوهية، يعرضها لخطر كبير. دائما أنا أقول عندما تجدون متكلما ينكر فكرة في غاية الأهمية، مثل صاحبنا هنا أنكر فكرة الخلود، ابحثوا عن فكرة كلامية أخرى كان يريد الدفاع عنها فضحى بفكرة لصالح فكرة أخرى. دائما هذه الحالة موجودة بسبب الانسدادات التي قد تواجه المتكلم الديني عادة في قضايا متشعبة في علم الكلام. هذا التحليل الذي أطرحه، وهو أن الجهم بن صفوان اعتمد على أساسين في هذا الموضوع.
الأساس الأول ضرورة أن يكون هناك نهاية، كما كان ضرورة أن يكون هناك بداية للعالم، وإلا فإن إثبات وجود الله قائم على محدودية العالم. إن لم نقبل بوجود بداية ونهاية للعالم سنعرض مسألة إثبات وجود الله لخطر. هذا كان تصوره. والأصل الثاني فكرة الأولية والآخرية التي أيضا كرسها النص الديني، كيف يمكن أن يكون أول وآخر ثم يكون هناك لا تناهي في الحياة الأبدية؟ لكي أؤيد تحليلي هذا يمكنني أن أستند إلى ما قاله ابن أبي العز الحنفي المتوفى 792 للهجرة في كتابه الكلامي الشهير شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي بعد أن شنع على الجهم بن صفوان كما هي العادة في التشنيع على الأقليات الفكرية، اعتبر وصرح أن سبب ذهاب الجهم بن صفوان إلى فكرة من هذا القبيل هو أصل فاسد بني عليه علم الكلام في تلك الفترة، وهو فكرة حدوث الأجسام. وأن الجهم بن صفوان كان يقول السبب الذي يفرض علي أن أجعل العالم له بداية هو نفس السبب الذي يفرض علي أن أجعل للعالم نهاية. إن لم أجعل له بداية تتعرض فكرة الألوهية لخطر، وإن لم أجعل له نهاية تتعرض فكرة الألوهية لخطر. إن هذه نقطة مهمة. المفسر النسفي المتوفى 710 للهجرة في كتابه المشهور مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهو كتاب تفسيري، وهو تفسير يعد من التفاسير المعتبرة في الوسط الكلامي الماتريدي، عندما حلل منطلقات المذهب الجهمية هنا قال أن سبب قولهم هذا هو فكرة الأولية والآخرية عند الله سبحانه وتعالى، وأننا لكي نحافظ على أولية الله وآخريته لا بد أن نرفض فكرة خلود أحد غير الله سبحانه وتعالى. لو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوق، وهذا محال. إذن طبعا يجب أن ننتبه إلى أمر مهم، إلا أننا لا نملك معلومات عن الجهم بن صفوان من خلال نصوصه، نصوص كتب وأطروحات الجهم بن صفوان ليست متوفرة بين أيدينا. كل معلوماتنا عن الجهم بن صفوان ورموز الجهمية هي من نصوص المتكلمين وعلماء الملل والنحل الذين يصنفون عادة معارضين للجهمية. إذن علينا أن نبقى على احتمال أن هناك اشتباه في النقل، أن هناك مبالغة ربما، وإن كان ذكر العلماء عبر التاريخ لأدلة طرحها الجهمية يعزز صحة نسبة هذا الرأي إليهم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن مثلا بعضهم مثل الشيخ جعفر السبحاني اعتبر أن الجهمية يمكن الحصول على يقين بنسبة فكرتين إليها فقط، الجبر، تعرفون أن الجهمية تعتبر من المدارس الجبرية الخالصة في التاريخ الإسلامي، وتعطيل الصفات الإلهية وهم محسوبين على المعطلة. قال هذان الأمران يمكن التأكد من نسبتهما إلى الجهمية، أما باقي الأمور لا دليل على أن الجهمية كانوا يقولون بها، ومنها هذه الفكرة. طبعا الشيخ السبحاني لم يشرح لنا ما السبب في شكه في صحة النسبة هناك، وعدم شكه في صحة النسبة في موضوع الجبر وتعطيل الصفات الإلهية، لكن على أي حال في احتمالات تكون في خلل في فهم الجهم بن صفوان وما طرحه على أي حال. لكن دعونا نفكر ماذا كان الجهم بن صفوان ليفعل في النصوص الدينية الدالة على الخلود؟ يعني هل نقل لنا أحد تحليل وتفسير الجهم بن صفوان لنصوص الخلود في النار الموجودة في القرآن والسنة؟ نحن لا نملك كتبه، لكن هل نقل أحد شيئا؟ يحكي لنا نص لأبي الفتح الشهرستاني المتوفى 548 للهجرة صاحب كتاب الملل والنحل الشهير، يحكي لنا نص يبين فيه ماذا فعل الجهم بن صفوان في قضية النصوص الدينية الدالة على الخلود. أول شيء، الجهم بن صفوان أول كلمة خالدين فيها قال هذه مبالغة في طول المدة التي يبقون فيها وليست على نحو الحقيقة. مثلا نحن نقول في اللغة العربية خلد الله ملك فلان، ليس هناك خلود حقيقي، يعني مدة ملكه كانت طويلة. إذن أول شيء إعادة تفسير مفهوم الخلود على أنه ضرب من المبالغة التي تتحملها اللغة العربية، ولنا شواهد عليها في اللغة. ثاني شيء أيضا ينقله لنا الشهرستاني في طريقة فهم الجهمية لموضوع النصوص الدينية هنا هو الاستثناء. قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذه الآية اشتملت على شرط، اشتملت على استثناء، إلا ما شاء ربك. الخلود الحقيقي، التأبيد الحقيقي ليس فيه شرط ولا استثناء، تأبيد حقيقي. هذا ما معنى تشرطه؟ إذا كان هناك تأبيد حقيقي فهو غير مشروط.
لما تشرطه إذن ليس هناك تأبيد حقيقي. طبعا هذا النص الذي ينقله لنا أبو الفتح الشهرستاني، أو هذا الكلام الذي ينقله لنا أبو الفتح الشهرستاني عن طريقة تعامل الجهمية مع نصوص الخلود في النار، هذا النص يؤكد لنا أننا نشهد في مطلع القرن الثاني الهجري محاولات تأويلية للنصوص. يعني المحاولات التأويلية لنصوص الخلود في النار بدأ الاشتغال عليها منذ مطلع القرن الثاني الهجري. ولهذا قلنا سابقا إذا تذكرون في اللقاء السابق أن المعتزلة نقلوا الاستدلال من العقل، من النقل إلى العقل، تحسبا لمشاريع تأويلية من هذا النوع يمكن أن تربك فكرة الخلود والديمومة. الجهمية من جهة أولى ذكروا قرينة قرآنية وهي التعليق على المشيئة، قالوا لا ضرورة لهذا التعليق في النص القرآني، لماذا علق النص القرآني الأمر على المشيئة؟ بل هناك بعد ذلك من أضاف، قال هذا التعليق على المشيئة يرشدنا إلى شيء مهم في النص القرآني قل من التفت إليه. القرآن في سورة الأحقاف الآية الثالثة ماذا يقول؟ يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. تعبير الأجل المسمى المربوط بالسماوات والأرض معنى أن السماوات والأرض لها نهاية، فعندما يقول الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تم تعليق بقاء الجنة والنار على بقاء السماوات والأرض. وهنا في سورة الأحقاف تم الكشف عن أن السماء والأرض لها أجل مسمى، نكتشف من ذلك سبب التعليق على المشيئة، وهو أن هذا العالم له نهاية بما فيه الجنة والنار، إذن لا يوجد خلود. إذن عملية التركيب حصلت لاحقا ما بين التعليق على المشيئة وموضوع الأجل المسمى في خلق السماوات والأرض، أدى إلى إنكار فكرة الخلود. طبعا فيما بعد العلماء ناقشوا قالوا لا، كلمة أجل مسمى هنا لا يراد منها أجل المسمى فيما يتعلق بالسماوات والأرض الأخروية، قسموا السماوات والأرض إلى أخروية وإلى دنيوية. السماوات والأرض التي نحن الآن نراها هذه دنيوية، السماوات والأرض التي في ذلك العالم هي سماوات أرض أخرى. هذا الذي له أجل مسمى هو السماوات والأرض الدنيوية، أجله المسمى يوم القيامة، أما بعد ذلك ستكون هناك سماوات وأرض أخرى. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم الآية 48 قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني في أرض أخرى سيجي، في نشأة أخرى، نسخة أخرى للأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار عليه تعالى. إذن أول أمر تعليق على المشيئة ليس له مبرر إلا أن الخلود غير ثابت. الأمر الثاني إجهاض الجهمية لدلالة كلمة الخلود على الديمومة من خلال إمكانية استخدام هذه الكلمة في اللغة العربية مجازا أو مبالغة، وهناك شواهد. هذان المعطيان أي إجهاض دلالة كلمة الخلود على مستوى اللغة العربية وفكرة التعليق على المشيئة في بعض الآيات القرآنية، استخدمهما كثيرا نقاد فكرة الخلود بعد ذلك عبر القرون، مع فارق واحد، وهو أن نقاد فكرة الخلود استخدموا نفس هذين الأمرين طبقوهما على الخلود في العذاب، بينما الجهم بن صفوان طبقهما على الخلود في العذاب وفي الجنة. لأن إذا كان الخلود يمكن إجهاض دلالة كلمة الخلود على الديمومة، فلماذا في النار لا في الجنة؟ النار والجنة معا، نفس الكلمة استخدمت. وإذا كان التعليق على المشيئة يجهض فكرة الخلود، والتعليق على المشيئة حصل حتى في موضوع الجنة أيضا، علق الأمر على المشيئة، يبدو أن الجهم بن صفوان كان منسجما أكثر مع نفسه، أكثر من أولئك الذين فصلوا ما بين الخلود في الجنة والخلود في النار. لكن بعد ذلك أيضا هؤلاء ميزوا، قالوا إنما ميزنا بين الجنة والنار لأن الله في موضوع الجنة قال عطاء غير مجذوذ، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لولا أنه قال ذلك لقبيلنا، وسنرى كيف أن ابن عربي سوف يفعل ذلك لاحقا. إذن أنا فقط يعني آتي بالقول والقول المضاد لكي نفهم طبيعة الجدل الذي كان قائم. إذن هذه القراءة الأولى الكلامية، أقدم القراءات الكلامية الثابتة تقريبا في موضوع نفي الخلود، قراءة الجهمية.